في مصر قتل 20 شخصاً وأصيب 35 آخرون إثر تفجير شهده محيط المقر الرئاسي للكنيسة المصرية المعروف باسم الكاتدرائية المرقسية شرق القاهرة اليوم الأحد وفق مصادر رسمية وأمنية. ولفتت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى وجود تضارب في موقع التفجير الذي لم تتضح طبيعته بعد، فيما إذا كان داخل قاعة بالكنيسة أو في محيطها الخارجي، مشيرة إلى أن التحقيقات ستسفر عن مزيد من الحقائق. ولم تصدر إلى حد الآن الكنيسة أو الداخلية المصرية بيانا بالحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد.